ينضم إلينا عبر الهاتف من لندن الأستاذ أحمد عامر المختص بالشأن الليبي. أهلا بكم أستاذ أحمد إلى استوديو الرافدين. قوات حفتر تقصف مطار معيتيقا المدني وحكومة الوفاق تستعيد مطار طرابلس، كيف تقرأ ما يجري في طرابلس الآن؟ أنا شاكر لكم الاستضافة وتحياتي لكم والمشاهدين قناة الرافدين. أهلا أنا بكم. استشاري علاقات دولية ابتداء ومطلع وضع ليبي كما مطلع على غيره من الأوضاع كاستشاري علاقات دولية. نعم. الواقع للأسف الشديد إن بعض الدول المنطقة الإقليمية وبعض الدول في الاتحاد الأوروبي للأسف الشديد أيضا اتخذت فترة ما تمر به الجزائر من خروج الرئيس وثورة في داخل الجزائر، التي الجزائر الدولة التي كانت ترفض تماما تقدم حفتر غربا وتقدم السيسي في غرب ليبيا، فاستغل هذا الموقف للدعم الحفتر بقوة وتقدم حفتر نحو طرابلس ومحاولة إسقاط الحكومة الشرعية المعترف بها من قبل المجتمع الدولي للأسف الشديد. أنا أقول أن حفتر توقع أنه ممكن أن يقوم بهذا العمل هو والدول الداعمة له، ولكن ما كان يتوقع أن القوة التي وقفت في 2011 تستطيع أن توقفه كما أوقفت القذافي من قبل. يعني ما الذي برأيك ستستفيده ليبيا من العمليات إن لم يكن انقلاب يعني حفتر على الشرعية المعترف فيها دوليا، المقصود طبعا حكومة الوفاق المعترف فيها دوليا؟ ما فهمت ماذا طيب، تقصد؟ عن أي مجموعات إرهابية يتحدث حفتر؟ يعني إذا كانت حكومة الوفاق طرف في ليبيا معترف به دوليا. هكذا السؤال واضح. الآن عندما يتحدث السيد حفتر والدول الداعمة للسيد حفتر عن مجموعات إرهابية تقف مع السراج ومع الحكومة المعترف بها دوليا، عندما يتحدث عن هذه المجموعات لا يتحدث أن هذه المجموعات هي التي انتصرت في الثورة في 2011، هي التي أخرجت القذافي، وهي التي دعمت الحكومة الشرعية القائمة في طرابلس، والعالم بأسره تعامل مع هذه المجموعات، أمريكا، فرنسا، إيطاليا، روسيا، الدول العربية، كلا المحورين في الدول العربية، كل هذه المحاور تعاملت مع هذه المجموعات، ولكن بدأت بعض هذه الدول من دول إقليمية عربية جيران لليبيا أو بعيدين عن جيران ليبيا، وبعض الدول الأوروبية تفكر في أطماع شخصية لهم، أطماع لهذه الدول بغض النظر عن أهمية هذه المجموعة أو تلك المجموعة، فبدأ يرتفع كلام الإرهاب وهذه المجموعات وأننا لابد أن نقضي على هذه المجموعات. وعندما تنظر في المقابل تجد أن حفتر نفسه قد استعان بدواعش وفي صور بذلك، وتعامل أيضا مع مجموعات متشددة إسلاميا من اتجاهات أخرى تتعامل مع سيد حفتر ويقاتل معه في شرق ليبيا. نعم، في أي خانة يوضع الموقف الروسي الذي منع صدور بيان أممي يدعو لوقف هجوم قوات حفتر على طرابلس؟ طبعا سيد حفتر في الأشهر الماضية تحرك حركة دولية سريعة، مما لا شك أننا كنا نرى كيف أن السيد حفتر ذهب إلى فرنسا وجعل الموقف الفرنسي موقف كاميرون معه بقوة، زيارته لعدة دول إقليمية ثم زيارته إلى موسكو ولقائه بالرئيس بوتين في موسكو. وعندما تكون هذه اللقاءات في دولة كبرى تعلم جيدا أنه يعطي تنازلات كبيرة لهذه الدولة ومشاريع ضخمة وما إلى ذلك، فإذا هو عنده اتفاقات مع موسكو كبيرة. نحن لا ندري بالضبط ما حجم هذه الاتفاقات وماذا اتفق عليه، ولكن لم نرى مثل هذه الزيارات للسراج لمثل هذه الدول، فمما لا شك كان لابد أن تقف معه موسكو لموقف الرجل مع موسكو. نعم الأستاذ أحمد عامر،
كنت معنا عبر الهاتف من لندن الاستشاري في العلاقات الدولية، شكرا جزيلا لك.